بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، وهذه حلقة جديدة من برنامجكم وقولوا للناس حسنا. في هذا اللقاء مشاهدينا الكرام نتحدث عن يوم عاشوراء، هذا اليوم الطيب الكريم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام، وقد صامه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعني احتراما وتقديرا لنبي من أنبياء الله عز وجل، وهو سيدنا موسى عليه السلام، وهي سنة من سنن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، نحتذي بها ونقتدي بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في صيام هذا اليوم. نتعرف على هذا اليوم الطيب المبارك، وكيف نصوم هذا اليوم، وكيف نتقرب إلى الله عز وجل في هذه الأيام الطيبة المباركة من الأشهر الحرم وشهر الله المحرم، هذا الشهر الكريم العظيم، وهو أيضا من الأشهر الحرم. كيف نحتفي ونحتفل بهذه الأيام الطيبة المباركة، وكيف نقتدي بالنبي، وكيف نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام الطيبة المباركة. نتعرف على هذا الموضوع الهام في هذا اللقاء بصحبة ضيفي الكريم فضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء وزارة الأوقاف. أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتكم السادة المشاهدين جميعا، وكل عام وأنتم بخير. فضيلة الشيخ، يعني هذه الأيام الطيبة المباركة، شهر الله المحرم والأشهر الحرم، يعني هذه الأربعة أشهر التي تحدث عنها القرآن الكريم، لا شك أنها هي أفضل الشهور على الإطلاق لما فيها من نفحات ولما فيها من فضائل كبيرة وعظيمة. ليتك تحدثني عن فضائل هذه الأيام الطيبة المباركة، وكيف نغتنمها في طاعة الله سبحانه وتعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد، صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الأشهر الحرم هي أشهر وأيام لها ثقلها ولها مكانتها العظمى ولها قيمتها المبرزة عند الله سبحانه وتعالى. نعم. هذه الأشهر الحرم الأربعة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم في قول الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. نعم. ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. هذه الأشهر الحرم سميت بالأشهر الحرم لأن الله تعالى حرم فيها القتال، حرم فيها الاعتداء، حرم فيها سفك الدماء، حرم فيها البغي والعدوان. نعم. إلى غير ذلك من الأشياء المنافية للدين ولأخلاق الإسلام الجميلة ولقيمه النبيلة. نعم. منها ثلاثة متواليات أو ثلاث متواليات. نعم. كما ذكر النبي صلى الله صلى عليه وسلم، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، الذي نحيا في هذه الأيام المباركة أيامه المباركات، أيام الرحمات وتنزل البركات من عند الله عز وجل. نعم. ومنها رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذه الأشهر ذكر القرآن وحذر أشد تحذير فقال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. نعم. ظلم النفس بكثرة العصيان، بإحداث الذنوب، بفعل السيئات، بارتكاب الخطيئات. وقال بعض العلماء: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، إما أن يكون الضمير عائدا على الأشهر الحرم، فلا تظلموا فيهن، أي في هذه الأشهر الأربعة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وإما أن يعود الضمير في قوله تعالى فيهن على أشهر السنة جميعا، فلا تظلموا فيهن في الأشهر الاثنى عشر شهرا التي ذكرها الله تبارك وتعالى. إذن على كل حال يحرم على الإنسان تحريما قاطعا البغي والعدوان والظلم والطغيان وفعل الخطيئات وارتكاب السيئات. نعم. لأن هذه الأشهر
لها حرمتها ولها قيمتها ولها مكانتها. الأجر فيها مضاعف يعني. نعم. والذنب فيها مضاعف كما ذكرت حضرتك. نعم. والسيئة فيها مضاعفة، كما أن الأعمال الصالحة التي يقوم بها الإنسان في هذه الأشهر هي مضاعفة ومعظمة عند الله عز وجل سبحانه وتعالى. وهذه الأشهر جعلها الله تبارك وتعالى، ومنها شهر الله المحرم، والمحرم هو الشهر الوحيد الذي نسب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو يتحدث عن الأشهر الحرم يأتي في ذكره لشهر المحرم يقول وشهر الله المحرم، شهر الله، شهر نعم. الله أضيف إلى الله ونسب إلى الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، لأنه يعني له مكانته العظيمة عند الله. نعم. تبارك وتعالى. نعم، أحسنت فضيلة الشيخ. يعني ونحن نتحدث عن هذه الأيام الطيبة المباركة ويوم عاشوراء، ليتك تحدثني عن هذا اليوم الطيب المبارك يوم عاشوراء، ولماذا صامه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وثواب صيام هذا اليوم الكريم. يوم عاشوراء هو اليوم الموافق العاشر من شهر الله المحرم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة واستضاءت المدينة بنور رسول الله ونور تشريع الإسلام، وأشرقت شمس الإسلام على هذه البقعة المباركة من أرض الله تبارك وتعالى، كان بنو إسرائيل وكان اليهود يستوطنون هذه البقعة، هذه المدينة المنورة. نعم. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقابلهم ويراهم يصومون في هذا اليوم، في يوم عاشوراء، في اليوم العاشر من شهر الله المحرم. فسألهم رسول الله عن سبب صيامهم، فإذا بهم يقولون هذا يوم نجى الله تعالى فيه موسى عليه السلام من فرعون. نعم. وجنوده. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يراها مناسبة جليلة وذكرى عطرة. نعم. من ذكريات سيدنا موسى عليه السلام، وهو يوم من أيام الله عز وجل، والقرآن الكريم يقول لنا وذكرهم بأيام الله. نعم. يوم نجاة سيدنا موسى عليه السلام ومن تبعه من المؤمنين من فرعون وبطشه وجنوده، وحينما أغرقه الله تعالى، هذا يوم من أيام الله العظمى، هذا يوم من أيام الله الكبرى. نعم. هذا يوم فرح ويوم نصر، فلذلك كان اليهود يصومونه، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم مناسبة جليلة، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه ويأمر الناس بصيامه. نعم. هذا إن دل فإنما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فرحا أشد الفرح بهذه المناسبة الجليلة. نعم. وبهذه الذكرى العظيمة، بذكرى نجاة نبي الله سيدنا موسى عليه السلام من بطش فرعون وجنوده، حينما. نعم. أتبعهم فرعون وجنوده في اليم، فإذا بسيدنا موسى عليه السلام يرى هو وقومه البحر من أمامهم والعدو من خلفهم، فإذا بأصحاب سيدنا موسى عليه السلام يقولون إنا لمدركون، وإذا بسيدنا موسى عليه السلام يذكرهم بمعية الله عز وجل. نعم. قال نعم. كلا إن معي ربي سيهدين. نعم. فضيلة الشيخ، يعني النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وقال إذا كان العام القادم سأصوم تاسعاء مخالفة لليهود. حدثني عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في إبراز الشخصية المسلمة بأن يكون المسلم متفردا، لا يتبع أصحاب الهوى، لا يتبع كل من ضل أو انحرف عن الطريق السوي، ولذلك فالمسلم له شخصية. حدثني عن هذه الشخصية التي أقرها النبي وعلمها النبي، ويعني حدثنا عن هذه المخالفة لكل أصحاب الأهواء والضلالات. شخصية المسلم نابعة من شخصية الأمة المسلمة. الأمة الإسلامية هي أمة مميزة ومتفردة في كل شيء. نعم. أمة متميزة في عقيدتها،
فدينها الإسلام، نعم، عقيدتها هي عقيدة التوحيد النابع والنازل من عند الله عز وجل، وهي أمة متميزة في رسولها، فرسولها صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل وأعظمهم وأكرمهم وأشرفهم وأعلاهم منزلة وأكثرهم مقاما عند رب العالمين تبارك وتعالى. نعم. وهي أمة متميزة في كتابها القرآن الكريم. نعم. هذا الكتاب الخالد الذي لم تستطع أي يد أن تصل إليه. نعم. بالتغيير ولا تبديل. بالتحريف. نعم. ولا بالتبديل ولا بالتزوير، كتاب نزل من عند الله عز وجل. وإذا كانت الأمم السابقة نسوا حظاً مما ذكروا به وبدلوا في مواريث السماء، إلا أن أمة الإسلام وكل الله تعالى حفظ القرآن إلى نفسه، فقال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر هنا المقصود به القرآن الكريم. أمة متميزة في كتابها، وهي أمة متميزة في قبلتها، فقبلتها يعني تجعل لها الشخصية الإسلامية المستقلة، وهي أمة أيضا متميزة في شريعتها متفردة. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر إلى المدينة المنورة كان يتودد إلى بني إسرائيل وأراد أن يعلمهم أن الدين الذي نزل به محمد صلى الله عليه وسلم والدين الذي نزل به موسى عليه السلام ينبع من مشكاة واحدة من مصباح واحد ينبع من السماء. فدين محمد هو الإسلام، ودين موسى عليه السلام هو الإسلام، ودين يوسف هو الإسلام. نعم. ودين الأنبياء طراً من لدن آدم عليه السلام حتى محمد عليه الصلاة والسلام هو الإسلام. أراد رسول الله أن يتودد إليهم وأن يقترب منهم، وحتى أنه استقبل قبلتهم بيت المقدس. نعم. لكنه لما علم عنادهم وصلفهم وكبرهم واستكبارهم وجحودهم وعنادهم عن الحق أو زيغهم عن مبادئ الإسلام. نعم. إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل الأمة الإسلامية أمة لها الشخصية المستقلة، لها. نعم. السيادة، لها العزة والريادة. نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة هؤلاء، بمخالفة. نعم. أهل الكتاب، لجعل أمة الإسلام أمة. نعم. لها وزنها ولها قيمتها. فلما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء أمر المسلمين بصيام يوم تاسعاء، وقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. نعم. التاسع مع العاشر حتى. نعم. العلماء ذكروا إن الإنسان إذا لم يتمكن من صيام يوم تاسعاء وتمكن من صيام يوم عاشوراء يصوم يوما بعد عاشوراء. نعم. يصوم اليوم الحادي عشر من شهر الله المحرم، ويعني ذلك كله مخالفة لهؤلاء واستقلال لأمة الإسلام. نعم. أحسنت فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، واسمح لي بهذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود ونكمل هذا اللقاء، فابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، أرحب بكم مجددا بعد هذا الفاصل، وأرحب أيضا بضيفي الكريم فضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء وزارة الأوقاف. أرحب بك مرة أخرى فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. فضيلة الشيخ، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صام هذا اليوم الكريم وهو يوم عاشوراء، ليتك تحدثني عن فضل صيام هذا اليوم وثواب صيام هذا اليوم. إن لصيام يوم عاشوراء فضلا عظيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر ذنوب سنة ماضية. نعم. يعني يوم عرفة، صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين. سنة ماضية وسنة مستقبلة. نعم. إنما صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة واحدة ماضية. وهي السنة الماضية.
يعني فهذا إن دل فإنما يدل على أن الإنسان المسلم لابد أن يتحين الفرصة السانحة لصيام هذا اليوم المبارك الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه، والذي صامه النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى جعل لنا رسولنا هو الأسوة والقدوة الحسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسوة حسنة في معاملته صلى الله عليه وسلم، أسوة حسنة في عباداته صلى الله عليه وسلم، أسوة حسنة في مناسكه صلى الله عليه وسلم، أسوة حسنة في صلاته صلى الله عليه وسلم، كذلك أسوة حسنة في صيامه صلى الله عليه وسلم. فهذا هو خير رجل وخير نبي نقتدي به صلى الله عليه وسلم. الإنسان المسلم بحاجة إلى صيام هذا اليوم، لأن الإنسان يحدث ذنوباً ويحدث معاصي، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. يعني إن الإنسان لا يأمن على نفسه الذنوب، أنه يعني صنع ذنباً صغيراً أو كبيراً، والإنسان لا يستحقر الذنب، لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت، كما قال تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فصيام يوم عاشوراء فرصة عظمى للمخطئين، فرصة عظمى للمذنبين أن يعودوا إلى رحاب رب العالمين سبحانه وتعالى، أن يمسحوا بصيام هذا اليوم المبارك أوزار ذنوب وذنوب سنة ماضية تغفر كلها بسبب هذا الصيام. والصيام لون من ألوان الفرح. يعني أنا وقفت مع نفسي يعني كثيراً في هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يعني فرح رسول الله؟ يعني لقد فرح رسول الله بيوم عاشوراء لأنه يوم نجى الله تعالى فيه سيدنا موسى عليه السلام وأهلك فرعون وجنده. نعم. لماذا أمر رسول الله المسلمين بصيام هذا اليوم؟ لماذا لم يأمرهم بالصلاة في هذا اليوم، بقيام الليل، بالتصدق، بالاستغفار، إلى غير ذلك من هذه الأشياء ومن العبادات الجليلة والجميلة؟ لماذا أمرهم رسول الله بالصيام؟ لأن الصيام يعني تكمن فيه فرحة كبرى في قلب الإنسان. نعم. حينما يعني يقضي الإنسان يومه بعيداً عن الطعام وبعيداً عن الشراب والشهوات، أمامه الشراب وقد بلغ به العطش مبلغه والظمأ مبلغه وقد بلغ به الجوع مبلغه وأمامه الطعام وأمامه الشراب، لكنه لا يستطيع أن يقترب إليه بيده أو أن يتناوله بفيه لأنه يعلم رقابة الله سبحانه وتعالى عليه. ثم إذا حان وقت غروب الشمس أفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الصيام عامة للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فالصوم هو فرحة كبرى. نعم. فكذلك جميل. الإنسان المسلم يفرح بهذا اليوم العظيم. جميل. لأنه يوم نجاة لنبي الله موسى. نعم. عليه السلام. فضيلة الشيخ، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حينما صام هذا اليوم، يعني وعلم أن اليهود يصومون هذا اليوم، يعني فرحا وبهجة بنجاة سيدنا موسى عليه السلام من فرعون وجنوده، حدثني عن دائما ما نجد النبي صلى الله عليه وسلم يربط المسلمين بالأنبياء السابقين. يعني نجده يتحدث عن موسى عليه السلام ويصوم هذا اليوم فرحا وابتهاجا بنجاة سيدنا موسى، أيضا يتحدث عن سيدنا إبراهيم ويعني يقوم بسنة من سنن سيدنا إبراهيم، يتحدث عن سيدنا موسى أو سيدنا يوسف ويقوم بسنة من سنن سيدنا يوسف، وهذا فيه ربط كبير وعظيم بين أنبياء الله سبحانه وتعالى. حدثنا عن هذا الربط الذي كان يفعله النبي لي يعني نرتبط في شعائرنا بأنبياء سابقين لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم أحسنتم. حتى إن القرآن الكريم
يعني ذكرنا بالأنبياء السابقين الذين نعم. سبقوا سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم صلى الله وقال سلام. لنا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثاً يفترى. نعم. لماذا صنع رسول الله ذلك؟ لأن رسول الله ليس بدعاً من الرسل. نعم. وهو الذي قال له القرآن وأمره الله سبحانه وتعالى بقوله قل ما كنت بدعا من الرسل. نعم. لم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدين جديد صلى الله ولكنه عليه سار على منهاج الأنبياء السابقين. نعم لقد اختلفت شريعته واختلفت تعاليمه كثيرا أو قليلا عن تعاليم وشرائع الأنبياء السابقين. نعم. لكن رسالته مع رسالة الأنبياء السابقين واحدة. هي نعم. واحدة وهي نعم. رسالة التوحيد وترك عبادة الأصنام نعم. وترك عبادة ما يعبد من دون كل ما يعبد من دون الله نعم. عز وجل. إذن الرسالة واحدة لكن الشرائع مختلفة. متعددة نعم. ومختلفة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه وعن الأنبياء مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فجمله وأحسنه وجعل الناس يطوفون به ويعجبون به يعجبون من منظر هذا البناء من منظر هذا البيت إلا موضع لبنة فيقولون هل وضعت هذه اللبنة؟ يقول حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم عن نفسي فأنا اللبنة وأنا خاتم المرسلين. النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلى الله لم عليه يقل وسلم. إنما بعثت لأنشئ مكارم الأخلاق أو لأخترع مكارم الأخلاق. لا، الرسول يقول مكارم الأخلاق موجودة. قبلي موجودة وثابتة في شريعة الأنبياء وفي رسالة النبيين والمرسلين من قبلي لكنني بعثت لأتمم هذه المكارم. نعم. إنما بعثت في رواية أخرى إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو صالح نعم. الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم أكمل ما سار فيه الأنبياء السابقون لكنه كان الكتاب وكان الأنبياء السابقون هم المقدمة الصغرى لهذا الكتاب. نعم. يعني نعم. الإنسان الرجل الذي يريد أن يؤلف كتاباً يحدث له قبل الدخول في متن الكتاب وفي نصوص الكتاب يحدث له مقدمة، هذه المقدمة لا تتعدى صفحة أو صفحتين أو صفحات معدودة إنما متن الكتاب هذا كثير. فكأن الأنبياء السابقين بالنسبة لرسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا هم المقدمة الصغرى لكتاب طويل. هذا الكتاب الطويل هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحسنت فضيلة الشيخ بارك الله فيكم. يعني الحديث عن يوم عاشوراء يطول ولم يعني نتطرق إلى قصة سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون وما حدث في هذا اليوم وكيف نجاه الله عز وجل ويقين سيدنا موسى في الله سبحانه وتعالى. يعني ربما في لقاءات قادمة نتحدث عنهم إن شاء الله تعالى. ليتك في نهاية هذا اللقاء يعني تدعو الله عز وجل ونؤمن معك لعلها تكون ساعة إجابة إن شاء الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين أيوة. وصل على سيدنا محمد في الآخرين أيوة. وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين أيوة. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا أيوة. وتستر لنا عيوبنا أيوة. وتكفر عنا سيئاتنا أيوة. وتضاعف لنا في حسناتنا أيوة. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل آمين. ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل آمين. اللهم اجعلنا لك ذكارين آمين. لك شكارين آمين. عليك وحدك متوكلين آمين. وبك وحدك مستعينين وإليك وحدك راجين خاضعين يا رب العالمين. اللهم
إنا نسألك في هذه الأيام المباركة أن تشرح صدورنا، وأن تؤلف بين قلوبنا، وأن تصلح ذات بيننا، وأن تجمع على الحق كلمتنا، وأن ترفع بالحق رايتنا. كما نسألك يا ربنا أن تشفي أمراضنا، وأن ترحم أمواتنا، وألا تخيب فيك رجاءنا، وألا تقطع آمالنا، بقدرتك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على الحبيب الشفيع محمد صلى الله عليه وسلم. أدعو الله عز وجل في هذه الساعة الطيبة المباركة أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم آمين يا رب العالمين. وفي نهاية هذا اللقاء أتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيفي الكريم فضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء وزارة الأوقاف. نشكرك فضل الشيخ، بارك الله فيكم. السادة المشاهدين جميعا، نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وكل عام وحضراتكم بألف خير، والسلام عليكم من الله ورحمته وبركاته.